راح نتكلم في هذا الدرس عن الطفل بعد الولادة مباشرة. ينام الطفل معظم ساعات النهار ولا يستيقظ إلا إذا أحس بالجوع أو في هذه المرحلة يحس بالبلل أو شيء زي كذا. حينها يبكي أو يعض على شفتيه طلبا لحنان الأم ورعايتها. من الشهر الأول إلى شهرين الأولين ينمو الأطفال سريعا في هذه الفترة من العمر. من أهم ما ستلاحظه الأم خلال هذه الفترة أنه عندما يكون الطفل مستلقيا على معدته فإنه يرفع رأسه قليلا ويحركه يمينا ويسارا، وعندما يكون مستلقيا على ظهره فإنه يركز بصره على شيء ويحدق فيه. ومعظم الأطفال يقبضون أيديهم بقوة أثناء النوم، وبعضهم يضع أصبعه داخل فمه. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى أنكم استفدتم من هذه الفقرة، وهي فقرة أول شهر إلى أول شهرين، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.